الحمد لله وبعد، فقد قامت الصحيفة الفرنسية المعروفة بشارلي إبدو بإعادة الرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام. فأقول باختصار بأن الجالية المسلمة في فرنسا تعتبر من أكبر الجاليات المسلمة في أوروبا بشكل عام. فأقول لمن فعل وصنع هذا الصنيع القبيح، هل يكون احتواؤهم بهكذا تصرف؟ ثم بل هذا فيه في حقيقته بحد ذاته زراعة للحقد والكراهية والتشرذم وإلى ما ذلك. والأمر الثاني هو أن الحرية المزعومة عندهم في حقيقتها ليست إلا في جانب معين، ألا وهو جانب الانحلال الأخلاقي وكذلك الفساد والشذوذ وإلى ما وراء ذلك، وليست بإطلاق. فهذه الدولة بحد ذاتها تمنع المنقبات من لبس النقاب في المرافق العامة، بل وتخالفهم على ذلك، وهم في حقيقتهم حمقى لا يدركون بأن المسلمة تلبس ذلك من أجل التقرب إلى الله عز وجل، وتعتبر يعني ويعتبر هذا عبادة تتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى، بل يظنون بأنها مجبرة على ذلك ومستكرهة. بل أصلا في حقيقة الأمر أن الحرية وهي جانب من جوانب المهمة في الفكرة العلمانية مستلة من الأفكار الماسونية، والثورة الفرنسية بحد ذاتها قد أتت بهذه الأفكار من قبل منظرين ومفكرين ينتمون إلى المحافل الماسونية كفولتير بل حتى الشيوعية، والذي أسس لها كارل ماركس أيضا كان عضو في أعضاء من أعضاء المحافل الماسونية. وشعار الماسونية بحد ذاته حرية مساواة وأخوة، ولكن هذا بحد ذاته في حقيقته يحتاج إلى مقطع لتوضيح ذلك تاريخيا، ويحتاج إلى تفصيل كثير. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على عبده ورسوله محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.